يا جدعان ده يا جدعان، يلا بسرعة يا سام. الله عليك الله عليك، يلا يابا السلامة السلامة، يلا بسرعة بسرعة، خلاص وصلنا لفوق بسرعة يا سام. وازيكم يا احلى متابعين، ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. فكرة فيديو النهارده معايا هي لعبة انشارت فور. مهمتنا النهارده هي قصة رجوع سام وازاي هرب من السجن. فكل عليك بقى صديقي انك تنزل تعمل لايك فيديو، ولو كنت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد. ولا بدنا نبدا الفيديو ونشوف مع بعض. طبعا اخر ظهور لينا يا جماعه لما هربنا من السجن وقعنا في البحر. طبعا عدى 15 سنه كده. نبدا بقى نشوف احنا فين هنا. نطلع فوق شويه. هيا يا لي تركز. نبدا نركز هنا يا جماعه. ايه اللي موجود تحت ده؟ لدي شيء هنا. ما هو؟ لا صدى، واللون صحيح، وربما ارتطم بالصخور وتمزق قبل الهبوط. ايه انت تتلعثم. اسف، تبدو كقطعة من الحطام، لابد وانه قريب. تستفزني يا دريك جدا. طب هنعمل ايه؟ احنا مش بندور على الحاجة اللي موجودة والكنوز اللي موجودة المفروض. ايه ده؟ اوه الحمولة دي يا جماعة. حسنا، كيف يبدو؟ انه متداعا ولكن سليم. طب كده عايزين ايه؟ نشوف كده. حسنا تعالى كيف يا عم. اجمد هكذا. الله عليك. صباح الخير. حسنا دخلت. يبدو أن الكثير منها لا يزال مربوطا. فلنرى لدينا. لسه فيه. ثلاثة أربعة خمسة. وفقا لحساباتي يوجد صندوقان مفقودان، سأبحث عنهما. انتظر، اصعد لتغيير اسطوانة الأكسجين. إن الصندوقين قريبان، سأجدهما. هذه الصندوق تقريبا منهم هو يا جماعة. اجمد يا بطل. تبا، الصندوق مثبت تحت المقطورة. سأخبرك، أمن الصندوق الآخر أولا، ثم سنرفع المقطورة لك، ولهذا تحصل على مبالغ كبيرة. تمام، نبدأ بقى نشوف الصندوق التاني موجود فين. لا لا يمكن أن يبتعد الصندوق لهذه المسافة. هنا مفيش حاجة. طب نبص قدام كده يا جماعة. إذا في حاجة هنا. وجدت الآخر. وجدت واحد. هو يا واحد. ضعه في المقطورة، نحن قريبون. حسنا، إلى اللقاء. نبدأ نحطه في المقطورة يا جماعة. تعال يا ابني جنب إخواتك. خلاص قربنا نوصل. نبدأ بقى نشيله هنا. حسنا، تم تأمين أحد الصناديق. توقيت جيد، نحن فوقك، الحبال في طريقها لك. يلا اخرج كده درينك. ها هو قادم. حسنا، انه في موقعه. تمام، ادينا وصلنا اهو، وسنرفعها قليلا لك. نبدا بقى نطلع الشحنه. لقد امسكت الكابل. تمام كده، خدنا اول حبل. يجب ان ينجح. اجل، نثبته عند احد المحابس. تمام، طيب نيجي هنا كده. ايه ماله مش عايز يثبت؟ طب نلف كده يا جماعه. ادي لفه، ادي التانية. تمام، هذا واحد. انتبه لمخزون الاكسجين. كده اول واحد اتثبت يا جماعه. يعني شوفوا لدرجه الامان ان احنا لازم نلف لفتين عشان يثبت. نبدا نروح للحبل التاني. يلا درينك.
برضو لفتين كده بنفس الطريقة. تمام، هي لفة واحدة تقريبا. حسنا، المقطورة مؤمنة جاهزة للتحرك. حسنا، ابتعد سنرفعها. لدينا ابتعدنا. أنا جاهز. هيا بنا للأعلى. تمام كده، المفروض يا جماعة بقى هنجيب الصندوق اللي تحت. حسنا، أهذا يكفي؟ نعم جدا، لا تسقطها فوقي. تمام. حسنا، خدنا الصندوق أهو. سأربطه مع الصناديق الأخرى. تمام كده، نبدأ بقى نخش نحطه مع الصناديق التانية. تمام، أيوة ده المكان بتاعه كده يا جماعة. وكده أمننا عليه. تمام، نبدأ احنا نخرج. السخنة موجودة ومحسوبة، وهناك مخزون أكسجين لخمس دقائق. يا إلهي، ثم عليك أن تبقى إذن لتبحث عن بعض الكنوز الأخرى هناك. لا يكفيني هذا. يعني مكتوب كده هندور على كنوز تانية؟ لا يا جدعان، في حاجة تانية أكيد ولا إيه؟ عندما تكون جاهزا. طب نبدأ نشوف هنا كده. يا ترى في حاجة أصلا هنلاقيها ولا لأ يا جماعة؟ لا هنا ما أعتقدش إن في حاجة. طب نبص في الجنب التاني كده. كده احنا داخلين على الجنب التاني. المفروض لو في حاجة موجودة برضه هتظهر معانا. الواحد مش عارف يركز أكتر من كده، في حاجة تانية ولا لأ؟ ترى موجود حاجة ولا يا جدعان؟ في حاجة. هي إيه ده يا جماعة؟ كاميرا دي ولا إيه؟ لأ دي ساعة. تمام، إذا لو ملناش حاجة تاني يبقى خلاص كده. لا خلاص كده يعتبر ما فيش حاجة تاني. نبدأ بقى نروح عند الشحنة كده. يلا يا عم احنا جاهزين كده. انا في موضعي، ابعدني عن هنا. لك هذا. الى الاعلى. الى الاعلى. الشحنة طلعت خلاص. هذا جمال، ما شعورك؟ أفضل الآن بعد الخروج من النار. ستظل رائحتي كالأسماك. سنأتي إليك. تحت وضع وهنا وضع تاني خالص يا جماعة. صامت. ده في حد بيصلح الكوبري فوق أهو. دافع حالك. الوضع مختلف خالص عن تحت يا جماعة والله. يا جدع انت بترمي كده. يلا تسرني عودتك يا دراك. نعم تسرني العودة. ألقي عتادك. خذ. شكرا. الله عليك. أوه. هذه الأسطوانة خفيفة، أجعل وظيفتك أكثر سهولة. نبدأ نطلع هنا كده. يا رجل تقريبا نتكلم كده معاه. ما الأخبار؟ ما رأيك؟ استعادة؟ لآخر جزء. تظهرنا بشكل سيء، أحسن صورتكم. أنا تمام كده يا جماعة.
ايه ديت؟ دي عملة دي ولا ايه يا جماعة؟ تمام كده خلاص وصلت الشحنة بالسلامة. نتحدث كده بقى معاك انت بطل. هيا فلنرى ما احضر. تمام كده عايز اشوف ايه اللي لقوه في الشحنه يا جماعه. تستحق راحه. لا شكرا لك افضل الغطس على. يلا يابا نعرف ايه اللي موجود في الشحنه. اكيد يا جماعه فيها حاجه قيمه يعني. الاثنين سيمر بعض الوقت قبل الغطسه التاليه. عم تتكلم ماذا عن يوم الخميس؟ لا العرض منخفض. انها مسحه. المنافسة صعبة. يلا يا ابو الآن ألا تشرفنا؟ ده عايز هو اللي يفتح الشحنة. تمام تعال يا ابو احنا جاهزين دايما يا جماعة. والله يا جمالة من ضربة واحدة كده. يا ترى ايه اللي موجود فيها بقى؟ مذهل. انظر إلى هذا. حصلنا على نحاس. نحاس. ستدهشك قيمة هذا الشيء. يدفع العميل الكثير لكل الكمية. ألا تريد كده يعني النحاس بالنسبة لهم حاجة يعني فرحة جدا. على حسابي. أذهب إلى الحانة؟ لا 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 ما لم يكن هناك تعويض. إن لم يكن لديك مانع سوف أنهي بعض المعاملات الورقية ثم أذهب إلى المنزل. هل أجلنا؟ حسنا كما تريد. إذا يعني حتى مش عايز يحتفل معهم؟ اليوم. شكرا. تمام كنت هتقفل كده درينك. ده انتوا جايبين نحاس حتى يا جدع. انت كده مروح يعني ولا ايه؟ هاي هاي نيت نيت اسمع. قول. اهلا ماذا تفعل هنا؟ معي هدية لك. هدية؟ ماذا؟ وصلتني أنباء عن ذلك الحطام على ساحل ماليزيا. السفينة سليمة. حقا؟ الحمولة جاهزة. أنت بالفعل شخص ملح. و وصلت أموال المعدات. نحن جاهزون باستثناء الرجل الأفضل. الرجل الوحيد الذي أثق به يشعر بالتردد. لم أشعر بهذه الثقة من قبل. أخبرني مصدرك هذا. أمعه تصاريح؟ لا لم يحصل على التصاريح. لا أحد يحصل على التصاريح. يعني عايزينهم دكاكيني كده يا جماعة في المهمة دي. لا تصاريح يعني لا منافسين. السفينة لنا. لا تصاريح يعني مستحيل. نيد هذه أموال التقاعد لكل منا. لا أعرف ما تريد لكن لا أريد العمل في استرجاع الخردة وأنا في الستين. أفضل من السجن. اسمع سأرفض هذا فلترفضه أنت أيضا. خذها معك فحسب. جارين أنا لن أغير رأيي. فلتفكر في الأمر. بلغ كارلا والأطفال التحية. حسنا لا ضغوطها يا نيد فكر في الأمر. عايز يودي يفكر. أجريت بحثا عميقا حقا. قلصت مساحة البحث. قد يكون اكتشافا. طب خلاص بقى نسيب بقى الورقة كده. واخد. لا لا مستحيل. مكانك مع البقية. كده اعتبر بص في الورق برضه وشيله يا جماعة. هو شكله مش عايز يعمل أي حاجة يكون فيها غلط عشان ما يتسجنش تاني أو كده عامة يعني. تمام ده اعتبر المخزن بتاعه وفيه مكتب برضه. تمام نمشي كده نشوف الحاجة اللي موجودة. ايه دي؟ تسلقت الاصل منك منذ سنوات. دي طبعا الحاجات كلها اللي جمعها حاططها في المخزن بتاعه. تمام دي اول حاجه كده شفناها. يا ترى موجود تاني. ايه دي كمان؟ جمجمه. من اغرب ما جمعته عبر السنين. هي فعلا غريبه جدا. سيبها يا عم مش ناقص. ايه تاني موجود؟ عملة إسبانية قديمة عثر عليها في غواصة ألمانية في وسط غابة. عملة إسبانية. تمام وإيه ده كمان؟
فرانسيس دريك تلقى رصاصة بدلا من سالي. تمام. الزر ده في حاجات كتير جميعها هنا يا جماعة. ايه ده كمان؟ شامبالا. شامبالا؟ طب غيره. غيره ايه موجود هنا؟ طب نشوف ايه دي كمان؟ قتل الكثيرون لقطعة من هذه. ليه بتعمل ايه يا جماعة؟ عشان يتقتل الكثير بسبب دي. الله ده ايه ده يا جماعة اللي بيلمع اللمعان الجامد ده؟ اكيد حاجة قيمة جدا عشان كده كانوا بيتخانقوا عليها. رجعها مكانها كده. تمام. ايه تاني موجود هنا؟ ايه دي كمان؟ سير فرانسيس دريك والغازه المتحركة. الغازه المتحركة. تمام. نرجعها مكانها. احنا عمالين نلاقي حاجات طول ما احنا ماشيين. يا ترى ايه اللي في الصندوق ده؟ ده ايه ده يا جدعان؟ الصورة؟ لا ده مرضيش يكمل شوفانا. يا ترى ايه ده كمان؟ شكرا. اوه ده الصليب يا جماعة اللي كان موجود لما الضابط بعته يشوف الكنز اللي كان موجود وقال له ما لقاهوش وهو كان لاقى ده فعلا. تمام. يا ترى ايه تاني موجود؟ كانت هذه مغامرة جنونية. مغامرة جنونية. تمام. ودي كمان دي؟ لم يعد طرازي المفضل. لم يعد طرازه المفضل. تمام. يعتبر ما فيش حاجة تاني. لا في حاجة تانية اهي يا جماعة. ايه ده؟ نعم. ده مسدس ماية ده ولا يا عم الحاج؟ الله. طب نبدأ نركب دي كده. هو عايزنا ننشل ولا نعمل ايه هنا يعني ولا نقعد نلعب؟ طب نجرب نلعب يعني مفيش مشاكل. لا تدعني حصل. الله عليك. في الهدف. خذ هذا. خذ هذا. كل بلاستيك. نلت منك. سأواصل معك. ستواصل. يلا شغالة دينا بنلعب يا جماعة. الوداع. ستتعلم. وداع. ما زلت بارعا. خلاص كفايه عليك كده يا عم. خلاص يا عم تعالى نرجعك مكانك احسن. ايه ده مش عايز يرجع؟ هنعمل حاجه بيه تاني ولا ايه؟ تمام. حسنا كده كملنا. يلا كل بلاستيك. نلت منك كالمحترف. وداع. تمام يا نيل. ده احنا طلعنا حلوين وبنعرف ننشل يا جماعه. برضه لسه ما عادش له مجاش. يبقى شكلها في حاجه تانية هنعملها. في حاجه تانية هنا هي. تعال تعلم. الله عليك. الله عليك. تمام. في حاجه تانية ولا خلاص كده؟ لا نرجع لاي واحده فيهم بقى. اهو يلا نلتو منك كالمحترف. تمام كده نكمل. ستتعلم. هل ستأكل؟ نعم نعم في الحال. هل ستأكل؟ ادينا نازلين. كده هنشيله خلاص يا جماعة. شيله يا عم مفرحه كده. انتهى اللعب. حلو مسدس دوت. انا قلت هيعمل معركة جامدة اول ما خد المسدس وبتاع. هو اصلا لعبة يا جدعان. يلا يا عم ننزل كده. يلا لا احنا هننزل مش هنطلع. طلعت ليه؟ انزل يابا. دي ما فيهاش تردد احنا نازلين. ده ايه ده يا جماعة؟ مطبخ ده ولا ايه دوت ولا ايه الدنيا؟ ايه المكان ده؟
ايه ديت؟ هذا ما تعملين عليه؟ تقريبا ده اللي بتعمل عليه زوجته. في حاجة هنا في المكتب تاني ولا؟ في، تعال كاميرا. واو، لنذهب في عطلة أخرى. مرت فترة. تمام، سيبها بقى كده. ده الحمام مش محتاجينه في حاجة يا جمالك، والبانيو بتاع ايه الجمدان ده؟ لا الأوضة مرسومة رسمة جامدة أوي والله يا جماعة. يا ترى ايه اللي جوه هنا ده؟ مع أوضة النوم طبعا، حاجة جميلة. ايه ده كده؟ ايه ده؟ ده سور الزفاف بتاعته. واو، هو طبعا وهي. ده الصور دي جميلة. في صور تاني ولا خلاص كده؟ لا خلاص كده تمام. نبدأ بقى نخرج. ننزل بقى نشوف حوار الأكل. ما شاء الله الجرافيك بتاع اللعبة دي أسطورة. غبت في الأعلى طويلا. كنت أبحث عن شيء ما. هل هذا ما نقوله على الأمر الآن؟ كنت أبحث. أيمكنك إحضار الطعام؟ أكاد أنتهي هنا. أكيد، لا مشكلة. شكرا. إحنا كده اللي هنحضر الطعام؟ لو حصلت لكده نفتح يا عم التلاجة. هتاخد إيه؟ إزازة إيه؟ ماشي. إيه دي ولا إيه دي بالظبط يا جماعة؟ تمام. لا يتاخد هنا، لا هنا مفيش حاجة، يبقى عند الأطباق اللي هناك دي. تمام، خد الطبقين. يلا، هو ده كده الأكل. نبدأ نقعد. انتهيت، حسنا. هل أنهيته؟ نعم. إنه طويل ومليء بالأخطاء الإملائية، ولكن هذه وظيفة المحررين. صحفية. يبدو شهيا. إذن كيف يومك؟ سريعة أو كده ليه؟ إيه شوي؟ ماذا؟ لم أفهم أي شيء. أسفة، أنا أسفة. كيف كان يومك؟ كان جيدا. يوم نموذجي في الفردوس. أنا أخرجت بعض القمامة من النهر. نعم، على الأقل سبحت قليلا. هل وجدت أي قمامة ملفتة؟ بعضها. وجدت شيئا رائعا، شاحنة من بدايات القرن. حصلنا عليها؟ المواطنون يسمونها مقطورة. يا إلهي، كان شيئا مملا للغاية. أخبريني عن المقال. حسنا، بدا كبعض الكلمات عديمة الأهمية عن السياحة في بانكوك، لكن أعتقد رأيي في الموضوع لن يعجب المجلة، لأن الجميع بدأوا على الفور في التعليق عن مدى قوة الضباب، وكأنه كان قد ضرب الصورة دي مثل لحظة الخروج من الطائرة. ده بدأ يسرح مع كلامها، ينساه أو يركز في الصورة وينسى، مش واخد باله هي بتتكلم في إيه. الصورة دي يا جماعة الجزء بتاع الجبل ده فيه شبه من الحلقة الأولى اللي عملناها أو الحلقة الثانية تقريبا، لما قعدنا نتسلق في الجبل عشان نعرف إيه مكان الصليب ده جنين. شكيته. ماذا؟ أين أنت؟ أنا هنا وأطعن بالشوكة. حقا؟ ماذا؟ استمري، كان كلامك مثيرا. مثير إيه بس؟ أنت ما كنتش معها أصلا. مثير عما يدور. قفشيته هنا كده. هذا المقال؟ طيب نخلينا بدي. الرحلات في بانكوك التي تواجه مشاكل بسبب الضباب ولا يمكنها الهبوط؟ واو، كان تصرفاً شجاعاً. لقد كنت في الملعب. حسناً، في ولاية مختلفة، لكن نعم كنت في الملعب. جيمسون سألك عن عملية ماليزيا. جيمسون دائماً يسألني عن ماليزيا. اسمع يا نيت، أعتقد أن عليك قبولها. كده ده عزيبة. أتعرفين، لا أريدها حقاً.
فهو ليست لديه التصاريح؟ واتفقنا بأننا لن نقبل مثل تلك العمليات. حسناً، لكن الأمر لا يستحق. الأمر لا يبدو خطيراً لدرجة كبيرة، إنها مجرد تصاريح فحسب. مستحيل. يمكنك الاتصال بسوليفان. لم تره منذ كم إلينا. سنتين. لا أريد التحدث في هذا. حسناً، لا ترفض هذه العملية بسببي. أنا أرفضها بسببي أنا، مفهوم؟ أقدر المبادرة، لكن سأذهب الآن وأغسل الأطباق. كلا، سأغسلها أنا. لا، انتظر. غسلتها أمس. لا، أنت طبختي، سأنظف أنا. طب أنت يوم وهي يوم كده، الدنيا تمشي يا جماعة. على الأقل دعيني أحاول استحقاق هذا، دعيني ألاعبك. ستلاعبني على هذا؟ نعم، لعبتك التلفزيونية، أراهن بأنني أستطيع تحطيم رقمك القياسي. لعبتي؟ تعتقد أنك تستطيع تحطيم رقمي القياسي في لعبتي؟ نعم، أخفتك. أنت حتى لا تعرف اسمها. أنا لا أحتاج لمعرفة اسمها، رأيتك تلعبينها. صحيح. فبها جري وقفز، وأنا موهوب في ذلك. حقا؟ ما رأيك إذن يا خائفة؟ موهوب في الحقيقة مش في اللعبة. حسناً أيها المغامر. الله، ده بلايستيشن 1 يا جماعة. حسناً، شاهدي وتعلمي. أتعلم بالفعل. تمام، ايه ده بقى؟ هنلعب؟ ده احنا هنلعب فعلا. لا تحتاج الى تحميل. تحميل؟ نعم، هذا يستغرق طويلا. انت عديم الصبر. عند تشغيل شيء نتوقع ان حسنا. يلا فرش. فرش ده عندك. ماشي، هنشوف. هل توجد مشكلة؟ لا لا، مجرد طب ما انت مش عارف انت تلعب ازاي اصلا. اجعلها تعمل. اضغط على زر البدء. أعرف ذلك. حسناً. أعرف. بدينا يا جماعة. حسناً. عليك الجري تجاه الكاميرا. عايزين نركز كده جدعان، يعني المفروض هنجري قدام الكاميرا، تمام؟ يلا جاهزين كده ولا يا جدعان؟ يلا. وزر دائرة والهجوم بالدوران. يلا. اجري بقى. تمام. ركز يا بتدور. ايه ده، بدأت تجري ورانا. الاستكشاف. اجري بعيدا عن الصخرة. لماذا تطاردني الصخرة؟ اجري بعيدا فحسب. لم افعل شيئا للصخرة. اوه، يلا بسرعة. نجري بسرعة، يلا. سند. الله. وين ولا ايه؟ وين يا جدعان؟ مت؟ غير. طب ركز يا عم. اتسلق للخارج. عليه تعلم التسلق. هذا سعادة دائمة. التقط الفاكهة. يلا يلا. نحن كنا نتمنى محاولات إضافية. هدينا بناخد الفاكهة يا سيدي. الوقت لجمع 100 ثمرة. مش عايزين نوع النبات. حسنا، أحسن حاجة. استخدم هجومك. يلا. والله هو احنا المفروض بنلعب حلو، بس مش عارف هنوصل ولا لا يا جماعة. جميل. صحيح. ما هذا؟ ثعلب؟ بادي كات. مش بالثعلب. يبدو كثعلب. لماذا يحطم الثعلب الصناديق؟ بانديكوت، وهذا ما يفعله. إنه ثعلب ليس واقعي. يلا أوتين. يسرق هذه الفاكهة. الثعالب لا. ركز بقى. لا يسرق. تمام. لا، وهذه صح. أدينا كسرنا الصناديق كلها الموجودة. يا ريت نركز هنا بقى. لا شيء. كلامك مبهم. يلا. فلتركز. أوه. كنا نوع يا جدعان. اوه، وقعنا. كذا فعلا خسرنا يا جدعان. حرام. ماذا؟ انتهينا؟ انتهينا. كنت متغطرسا. هذه دعابة. كنت مسيطرا. يمكنك المحاولة ثانية. هيا، دع فرهاني أو لا شيء. سيارتي تحتاج للتنظيف. هل ستبدأين الاستعداد؟ نعم. عايزين ننظف سيارتها بقى، ما خلاص ما خسر. فحسب. الأمر أسهل كثيرا على الوضع السهل. استمري. ماذا ستفعل؟ أنا أحذرك. ماذا ستفعل؟ أحذرك. في الواقع ماذا يمكنك أن تفعل؟ أرني ماذا يمكنك أن تفعل؟ اسمعي. يلا. هل تشعر بالسعادة؟ نعم بالطبع. وأنت؟ ايه ده؟ بتفكر حقا؟ تعال.
ده كده راح مكتبه ولا ايه يا جماعة؟ لم نفتح بعد. المكان مغلق. كفى يا رجل. حسنا انا قادم، انا قادم. هو اللي بيخبط مصمم انه يقابله عامة. أيمكنني مساعدتك؟ أجل أنا أبحث عن أخي. سام؟ إنه نفس طولك، نحيل عنك قليلا، لم يكن شعره أشيب مثلك. أوه سام؟ تسرني رؤيتك يا نيثان. مش كان اتضرب بالنار يا جماعة؟ إيه سام؟ أي مهلا، حسنا انتظر. مهلا. كيف؟ رأيتك تصاب بطلقة. نعم صحيح، هنا بالتحديد. ده ثلاث طلقات يا جماعة ولا ايه؟ الأطباء كما يطلقون على أنفسهم عالجوني وحبست. نعم لكنني أجريت اتصالات وبحثت في كل مكان، كل ما سمعته واكتشفته كله أكد وفاتك. نيثان، قتلنا أحد الحراس، أرادوا الانتقام مني باحتجازي في تلك الزنزانة وكدت أموت. سام لو أنني إن كنت أعرف فأقسم لك بأنني ستعود كنت ستعود من أجلي. أعرف يا نيثان، أعرف هذا، المهم الآن أني خرجت. هاي أما زلت معي؟ نعم أحتاج للهواء. طبعا مش بصدق نفسه. هذا الموقع اللي في المكتب بتاعه وعيك أو ما شابه؟ قد يحدث. يصعب علي استيعاب الأمر. كيف خرجت؟ متى خرجت؟ كيف وصلت هنا وكيف وجدتني؟ حسنا 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 انتظر. اجلس. ليه القعدة طويلة ولا إيه؟ أريد معرفة أخبارك. أنا؟ نعم. وماذا أخبرك؟ اتصلت بمعارفي وأخبروني بقصص جنونية. يا إلهي أية قصص؟ تعرضت للرصاص؟ تعلقت في قطار خرج عن مساره في الهيمالايا؟ نعم هذا حدث حقا. هيا يا رجل، ماذا فاتني؟ لا أعرف من أين أبدأ يا سام. ابدأ بالجزء الأفضل. الأولانية. حسنا. أتذكر عندما فكرنا أن سير فرانسيس دريك زيف موته؟ نعم. حسنا لقد فعل، وجدت التابوت قبالة ساحل بنما؟ نعم لكن اسمع ما حدث. فتحته؟ حسنا. ولم أجد جسده، لكن في الأسفل وجدت مذكراته. أتمزح معي؟ ماذا أقول؟ لقد دمرت مدينة مفقودة أخرى وخرجنا أحياء بصعوبة. لن نرشأش عليهم أصلا. غير معقول. نعم كان كذلك. ليتك رافقتنا. كلا، الأمر غير معقول حرفيا. أنت تقول إنك عثرت بالصدفة على منجم ذهبي أثري وبطريقة ما خرجت من هناك بلا شيء. نعم هذا اعتيادي في حياتي، لكني تمكنت من الحصول على بعض الحلي. اشتريت السيارة والمنزل وخاتم الخطبة. خاتم الخطبة؟ أنا متزوج. لا أصدق. إلينا حكيت عنها، إنها زوجتي، يجب أن تقابلها الليلة العشاء في منزلي. تناول العشاء معنا وسوف أخبرها عنك. يجب أن أخبرها عنك. نيثان أنا في مشكلة هنا. مشكلة؟ مشكلتي؟ ماذا؟ ماذا تقصد؟ ما نوع المشكلة؟ هل يذكرك هكتور الكازار بأي شيء؟ زعيم تجارة المخدرات. جزار بنما صحيح؟ جزار بنما. إنها قصة غريبة، لكن كان معي في الزنزانة في العام الأخير. هكذا خرجت من السجن. ده كده يحكي له القصة بقى بتاعته يا جماعة. تمام خلصنا من قصة أخوه، دخلنا في قصة سام.
ألن تقرأ ليلى؟ سامويل تعالى. اسمع، الحراس يغنون. غالبا هم مخمورون. ربما، لكنهم يشعرون بالرضا. كيف يشعرون بالرضا في حياتهم المرهقة ووظائفهم البائسة؟ حسنا، لديهم زوجاتهم في المنزل، وماذا لدينا؟ بلا إهانة، لدينا الطموح. أوه. وعندما نخرج من هنا سيوصلنا طموحنا لأماكن لا يمكنهم تخيلها. حسنا، شكرا على تفاؤلك. ماذا ستفعل عندما تخرج؟ هذا إن خرجت من هنا. تستطيع أنك تخرج؟ أستطيع، لكني أريد سماعك. سأعثر على أعظم كنوز القراصنة. واثق من أنك تشعر بالملل من حديثي عنه. بالعكس، حكاية هنري إيفري وكنزه الكبير من الذهب والجواهر أصبحت كقصة مسلية قبل النوم. أتستطيع العثور عليه؟ إن سنحت الفرصة؟ بالتأكيد. طموح. ما هي مقولة إيفري؟ أنا رجل محظوظ ويجب أن أعثر على ثروتي. يعجبني تفكيره. ما كان ذلك؟ في صوت تقريبا. إنها فرصته. إيه ده؟ سينيور الكاسر، un gusto verlo. ده رجال كان زعيم العصابة دول. تعتبر مخدرات. سامويل، ستبحث عن ثروتك؟ نعم، هيا بنا. هياخدوا معاه. طب ده دورنا احنا بقى يا جماعة. يلا يابا. هل الآخرون في أماكنهم؟ إن كامينو، todo va de acuerdo al plan, señor. هنبدأ نهرب شكلنا من السجن كده يا جماعة. وأنت تخطط لهذا منذ اللحظة التي وصلت فيها هنا. يعني انت بتفكر تهرب من ساعة ما جيت؟ يجب ان نتحرك بسرعة. طب انتوا ماشيين بمسدسات ورشاشات، انا ماشي فاضي. pedazo de ángel. ده قتلوا الناس اللي هنا. nunca saldrás de aquí. يا الهي، انهم ساديون. نقدم خدمة للعالم. ها، خذ، ستحتاج هذا. مسدس؟ كده انت تمام. تذكر طريقة استخدامه؟ نعم سأتذكرها. افتحوا كل الأبواب. هكتور، إن فعلت ستندلع أعمال الشغب. بالضبط، نفذ. يبقى كده فتح الأبواب كلها يا جماعة. يلا يا بركس. الله، يلا يا ابو ركز يا بدوح بقى. ايه ده يا جدعان؟ يجب ان نكسب حريتنا. اوبا، استنى بقى علينا كده. ركز يا بدوح. يلا يا ابو، يلا يا ابو. المساجين كله عمال يجري. ناخد ده كمان. طب هينفعنا يا جدعان. احسنت يا بدوح. يلا يلا. يلا يا تعالى، طلع عليك. يلا يلا. طلع عليك يا بدوح. ايه ده، في اتنين فوق. اوه يا ابن الذين. تعال ارجع. شكرا. يلا 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 نبدا نجري. الخطة ناجحة. نعم ارى هذا. فرش الشوارع يا جماعة. estamos en
posición. ¿Están listos? Sí. ملحقناش ناخد الرشاش. يلا مش مشكلة. سامويل اختبئ خلف شيء ما. اختبئ خلينا هنا. نفذ الأمر. كويس ان احنا اختبئنا يا جدعان. نعم انا بخير. يلا يا بنو اخرى. اوه يا بتلزينة دي كده دي كده بسرعة ايه بسرعة. اوه طب تعالى يا بتلزينة. الله عليك يا بتوه. اهم حاجة ناخد الطلق والحاجات اللي بتبقى موجودة. عمالين يضربوا ولاد اللزينة. يلا يلا سلام. يلا الشتا اهو تمام. يلا يابا انت لسه هتقف. الله عليك يا ابو الدوح. الله عليك يا ابو الدوح. استنى يا جدعان عمالين يضربوا نار علينا. يلا يابا تعالى يابا تعالى يابا. الله عليك الله عليك يا ابو تعالى تعالى نبدأ ننط يا جماعة. اوه يا ابن الذين ليه كده. الله عليك يا دوا. الله عليك تعالى انت كمان. يلا يابا سلامة. نحن بخير سامويل احتمي. يلا هنبدا نطلع ولا ايه اللي هيتم هنا يا جدعان؟ خلال دقيقة اما ان نتحرر او نموت. مستعد؟ مستعدين. ده فين قولنا تاني؟ تعالى يلا. يلا يلا. يلا بسرعة. يلا يابا. يلا دي واحد بسرعة. بسرعة. عايزين نركب يا جدعان. اطلع بقى يا بنت انا عايزين نركب هنا. الله عليك تعالى انت كمان. الله عليك. خلاص يا جماعه فاضل واحد اهو. فاضل واحد. الله عليك احسنت يا بتدوح. عايزين ناخد رشاشه يا جدعان ولا اي حاجه. تمام الرشاش خدناه كده. نبدأ ننزل. ايه ده في حد تاني جوه ولا ايه؟ لا تمام. يا ابن اللذينة تعالى اطلع بس اطلع بس. يلا يلا. الله عليك يا ابو الدور. في حد تاني ولا ايه؟ سجاموا ذكي. سامويل ابقى في الخلف. فجر الباب ولا ايه؟ الله تمام. نبدا نخرج يا جدعان. من هنا تمام. يلا بسرعه بتروح. اوه انت يا جدعان تعالى يا عم تعالى يا ابو الناس عليه بجد نجيبك. يلا يا تو. يا نبدا نستخبى يا جدعان. نبدا نستخبى. يلا يا يلا يا تو.
فكر. الحمد لله. خلاص هنبدأ نهرب بقى يا جماعة. خلاص أسرع يا سام. أوه. يا جدعان يا جدعان يلا بسرعة يا سام. الله عليك الله عليك. يلا يابا السلامة السلامة. يلا بسرعة بسرعة. خلاص وصلنا لفوق. بسرعة يا سام. يلا وتم بسلام الخروج يا جماعة من السجن. القصة بتاعت سام يا جماعة كانت مشوقة بصراحة. خذ اشرب يا سامويل. لا لا شكرا انا في افضل حال. ستصاب بالجفاف. اشرب. شكرا لك. اذن ماذا بعد ذلك يا سامويل؟ ماذا بعد ذلك؟ سأستحم وسأنام على فراش وربما سأجد من تسلني. يا جمال. وأبحث عن أخي. تبدو هذه بداية جيدة. أجل صحيح. إذن كم ستستغرق للعثور على كنز إيفري؟ لا أعرف. سأواصل بحثي عندما أعود. كم؟ الله خد منه الإزازة. ده أهم حاجة عنده الكنز. يصعب التحديد قبل البدء. تعرف مكانه؟ أجل أعرف لكن اسمع اسمع. إيفري لم يترك علامة للمكان مفهوم لكن لدي بعض الأدلة القوية. توقف هنا. دوقف ليه؟ حسنا مهلا انتظر دقيقة. اهدأ. هاي الله تتعملوا يا جدعان. تعجبني يا سامويل والأهم من هذا صدقتك ولهذا أنت هنا. أستطيع الحصول عليه لكن أحتاج بعض الوقت. سكين كمان سكين؟ تعرف المشكلة هي أن هناك شكوكا كثيرة في عقلي. هكتور اسمعني سأعثر عليه. أقسم. كم ده عايزه لحد دلوقتي بالظبط؟ الناس كسالى يطلبون وقتا اكثر مما يحتاجون. ثلاثة أشهر ثلاثة نصف الكنز. هل ستنفذ؟ قلها. ثلاثة أشهر نصف الكنز. واسمع. ثلاث شهور ولا يا جماعة؟ أو حاولت إخفاءه أو حاولت القيام بتصرف غبي. واحد مركز في الحوار فبيتلخبط في الكلام بصراحة. وستجدني أمامك. الله. وساعتها لن يكون الموت رحمة لك. عشان كده يا جدعان بيقول لأخوه أنا في ورطة. أمسك. هيا. لا حنين يا ابن والله. حنين والله. تبعد 10 كيلومترات نحو الشرق. ايه ده كمان بيديله فلوس؟ ونحن طريقان منذ فترة. والمية؟ مش بقول لكم حنين يا جدعان والله. هيا. عندما أجده ماذا سيحدث؟ لا تقلق. عندها ستجدني. يعني يا جماعة أنا مش عايز هو اللي يدور عليه ولا يسير له مكانه. لا ده بيقول له أنا اللي يعني هتلاقيني. مجرد إنك هتلاقيه هتلاقيني. إذن أطلق الكازار سراحي و وصلت إلى هنا. هي دي المشكلة. هذا سيء. كلا سنلتقط الأثر من حيث توقفنا و مهلا الأثر؟ سام لا يوجد أي أثر.
بعدما هربت أنا وريف، اشترى بثروة والديه كل الأرض حول كاتدرائية القديس ديزما. مشطنا المكان لأسابيع. كنز إيفري ليس هناك، لكن ريف لم يتوقف. ظل الأحمق يبحث لسنوات، ورغم ذلك لم يعثر على أي شيء. يعني ده كله بيعثر لسنوات وما لقوش. انت بقى اللي هتلاقيه؟ ماذا تعني؟ حسنا، لقد أجريت بعض الأبحاث بنفسي، و أراهنك بأن ريف ليس معه هذه. الله، إيه دي يا جدعان؟ مذهل ما تعثر عليه على الإنترنت هذه الأيام. دي فيها شبه يا جماعة من بتاع الإله. ما عثرنا عليه كان مكسورا ومفرغا، أتذكر؟ اللعنة، لا يزال سليما. صنع إيفري أكثر من صليب. لذا فمهما كان مفقودا من صليب بنما، في الغالب لا يزال في داخل هذا. حسنا، أين هذا؟ هذا الصليب الرائع سيعرض في المزاد بعد 3 أيام في روسي ستيت. روسي ستيت؟ تعرفها؟ نعم. إذن كيف ستحصل يا سام على دعوة إلى مزاد حصري للسلع المباعة في السوق السوداء؟ حسنا، لا تحتاج لدعوة في حد ذاتها. هل لديك مال للمزايدة على كبار المزايدين؟ يمكنني الحصول على رهن عقاري ثاني لمنزلي، لكنه لن يكفي. نعم، ستحاول سرقته إذن. لا، سنفعل. لا 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 يا رجل، اسمعني، لا أستطيع، لم أعد أفعل ذلك. ماذا؟ لا، أنا لم أعد أفعل مثل هذه الأشياء، كما أن هناك الكثيرين مجهزون بعتاد قوي للتعامل مع هذا. مثل من؟ لا أعرف، مثل يا إلهي. أي أحد؟ تشارلي كاتر. لا، إنه الرجل المناسب لمثل هذا. بالتأكيد لا، لن أأتمن تشارلي أو أي أحد آخر مسجل في هاتفك على حياتي. حسنا، أحتاج لك أنت. عايز أخوه بالضبط يا جماعة. طبعا، لابد من وسيلة أخرى. ليس في المدة المتبقية لي، وبالتأكيد ليس مع الكزار. بيفكر سام. بيفكر دريم. أهلا عزيزتي، هذا أنا. أهلا، اسمعي، لن تصدقي هذا، لقد جاء جيمس وجلب معه التصاريح. ده بيكذب على زوجته، عشان كده هيبقى ينفس مع أخوه خلاص. لكن يبدو أنني سأوافق على المهمة في ماليزيا. تمام كده يا جماعة، يعتبر خلصنا حلقة النهاردة. إن شاء الله الحلقة الجاية نكمل فيها فيديو جديد في لعبة إنشارت 4. يلا، أشوفكم على خير.